السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من تيست درايف اليوم معنا سيارة من الصانع الياباني انفنتي كيو اكس 80 2014 كيو اكس طراز ليس بالجديد طلع بال 96 كان هو اس يو في متوسط الحجم كانت عبارة كيو اكس من إنفينيتي هي نسخة فخمة لطراز نيسان باث فايندر بعدين استمرت من 96 لل 2003 بال 2004 طلعت طراز جديد كليا من انفنتي كيو اكس 56 هذا الطراز كان هو يبنى على الارمادة وكان هو نسخة فخمة من الارمادة ايضا وكان هو اول طراز انفنتي يبنى في الولايات المتحده الامريكيه وكان فقط يباع بالولايات المتحده الامريكيه بكندا وبالشرق الاوسط يعني ما كان مخصص لكل دول العالم آه بعدين بال2010 بعد ما توقفت الارماده توقفت مع الانفنتي الكيو اكس 56 طلعوا طراز جديد كليا بال2011 تم الكشف عنه هذا الطراز اللي امامكم الان ب31 مارس 2010 وكموديل ل2011 هذا الطراز ما عاد يبنى على الارماده صار الان يبنى على شاص نيسان باترول وعم بيكون هو فخامه نيسان باترول عم يحتوي على نفس المحرك نفس الجير نفس الانظمه بس الاختلاف فيه هو لمسات انفينيتي بالفخامه وايضا يعني الشكل الخارجي اللي هو مختلف كليا عن الباترول وهذا الشيء عم تنجح فيه انفينيتي فعليا بالنسبه لمنافساتها انه انا عم طلع سياره عم تشبه سيارة بدرجة أقل فخامة مثلا مثل نيسان باترول ولا بس عم بعطيك بالأخير شكل متميز كليا ما عم ببين أنه في أي ترابط بين السيارتين بالنسبة للشكل الخارجي للسيارة معظم وجهه هو الشبك شبكة التبريد الإضاءة عم تكون هيك صغيرة نوعا ما مقارنة بوجه السيارة أو مقدمة السيارة الضخمة مثل ما عم تشوفوا شكل ضخم شكل عملي شكل غريب جدا ما فيني أحكي لكم والله هذا الشكل مو حلو أو هذا الشكل حلو لأنه هذا الشيء مسألة ذوقية نرجع نعيد مساله ذوقية من ناحيه الشكل الخارجي في ناس بيشتروا انفنتي فقط لشكلها بس انا بعتقد انه لا يعني عم بيشتري إنفنتي كيو اكس عم يشتري السياره لانه سياره عائليه بامتياز وعمليه جدا ومحركها يعتبر قوي وبتناسب كل الطرقات يعني بتمشي فيها طرق عاديه اوف رودينج مثل ان شاء الله اليوم رح نجرب السياره اوف رودينج شوي وبتشيل عندك فئتين يا بتيجي فئه السبع ركاب مثل اللي معنا لليوم وبتيجي فئه الثمانيه ركاب الاختلاف بيكون فيهم انه مقعد الصف الثاني يا أما بيكون اثنين وبيناتهم كونسول او بيكون ثلاثه على جنب بعض على طول بالنسبه للانفينيتي كيو اكس 80 من الجنب عم نشوف الجنوط هي مقاس 22 انش يعني حجم هالاطارات الكبير على حجم هالسياره انت تتوقع انه حيكون في ازعاج على الطرقات بس صراحه لا السياره كثير هاديه كثير عزله ممتاز هلا شو سبب تسميه qx اكس 80 كنا حكينا هي كان اسمها كيو اكس 56 مثل ما شفنا باخر كم شهر يعني على موديلات 2014 من انفينيتي انفينيتي قررت تغير تسميات كل طرازات سيارتها سواء كان اس يو في بلش بالتصميم من qx اكس 50 كيو اكس 60 كيو اكس 70 وكيو اكس 80 اللي هي اكبر شيء من معانا وطبعا الطرازات الاخرى السيدان وغير ذلك السبور من السيارات هاي فتحات اللي عم تطلع الهواء الساخن من المحرك بس مثل 5.6 عم تدل على سعه المحرك الفي 8 اللي هو 5600 سي سي هلا انتم حتحكوا لي انه يا اخي بما انه مبنت على الباترول معناتها صارت اصغر من الطراز السابق اللي كان يبنى على الارمادا لا هاي اكبر من الطراز السابق من ناحيه الطول اطول بمقدار 1.4 انش يعني الطول الاجمالي هو 5 امتار و29 سنتيمتر بالنسبه للعرض كمان فهو زاد بمقدار 1.1 انش فبيكون العرض الاجمالي هو مترين و3 سنتيمتر طيب نحكي الان عن ارتفاع السياره اللي هو متر و92 سنتي ونص اما بالنسبه لارتفاع السياره عن الارض فهو بيكون 23 سنتي ونصف عم تشوف السياره صراحه من جانب عم بتكون كثير انسيابيه ما فيها خطوط قاسيه كثير عندك هالخط اللي ماشي بجنب السياره كيلس انتري بالتاكيد السياره في اوبشن انك تطلبه تشغيل عن بعد عن طريق الريموت موجود بالسياره اللي معنا لليوم انا معي الفول اوبشن بالتاكيد كيو اكس من الخلف عم نشوف اضواء كمان مميزه LED دي بتعرف الانفينيتي من بعد انه هي سياره غريبه امامك تصميم غريب هذا اللي بيميز انفينيتي اكثر شيء عن منافساتها كاميرا خلفيه حساسات خلفيه بهالقطعه مخفي القرص كيو اكس 80 البصمه جناح خلفي موجود على السياره وعندك الباب الخلفي بيفتح بلمسه زر او بيفتح عن طريق ريموت كنترول انغام موسيقيه بالنسبه لمساحه التخزين طبعا حكيت انه في ثلاث صفوف المقاعد عم تشوفوا انتم بالصور كيف طريقه فتحهم واغلاقهم اذا حكينا انه ثلاث صفوف كلها مفتوحه فبكون عندك مساحه تخزين 470 لتر لو سكرنا الصف الثالث وظل فقط عندك الاول والثاني فبكون عندك مساحه 1489 لتر ونص أما لو سكرنا كمان الصف الثاني ضل فقط عندك المقعدين بالامام الساق والمرافق مفتوحين بيكون عندك مساحه تخزين 3171 لتر ونص طبعا كهربائيه كل موضوع المقاعد كلها تفتح كهربائيا شفنا كاميرا بالامام شفنا كاميرا بالخلف وطبعا ما نسأل الكاميرات الموجودين على المرايا الجانبيه ما في اي تعليق على المساحه الداخليه لانفنتي كيو اكس صراحه من اوسع السيارات اللي جربتها مساحه داخليه رهيبه حكيت لكم احنا معنا فئه السبع ركاب فعم تشوفوا بالمنتصف في كونسول مدلعين الشباب الموجودين بالخلف الاطفال ولا سواء كانت العائله حتى لو كانوا كبار كونسول حاملات اكواب هون عندنا مساحه تخزين رهيبه فيها سماعات كل سماعه على سلكي منفصل استخدمه مشان الشاشات السبعه انش الموجوده بالخلف بتشغل عليهم دي في دي بيتم التحكم فيهم من الامام وعندنا كمان مساحه تخزين مخفيه هي هون كمان مساحه تخزين عميقه صراحه رهيبه آه شوفوا التكييف كيف واصل للخلف من هون بالاعلى وعندك كمان بالخلف للمقاعد الصف الثالث حنجربهم الان مع بعض هون بيتم التحكم بالمكيف وعندك مكان مثل للسجاير او اي شيء طريقه فتح المقاعد اول طريقه هي من الخلف انت بتكون جالس بالخلف حبيت تفتح طول عندك زر من جنب شوف فيك تحكمه بالكراسي كمان من هالازرار الموجوده هون او من الخلف على طول خلينا نشوف الان اوكي طيب الان بترجع هذا المقعد والله استغربت كمان ممتاز المقعد الخلفي انا جالس عادي جدا يعني ممكن تحمل سفر يمكن من هون للسعوديه عادي من الامارات للسعوديه عادي مقاعد كثير ممتازه هون عندك حاملات اكواب تكييف الخلف اهم شيء شكرا خلينا الان نشوف شو الترتيب هناك بالنسبه لنظام الصوت الموجود هو بوز نحن الفئه اللي معنا فيها 15 سماعه مع سبوفرين من بوز وفي عندك خيار ثاني هو 13 سماعه خلونا نشغل السيارة لأن ناخذ شوية هواء شوي بارد بس ممتاز طبعا ما راح ينزل الستيرنج حتى يتسكر الباب الهداك فما بتحكي يكون الستيرنج كثير مرفوع على كل حال مثل ما شايفين السيارة متداخل فخمة بسيطة بنفس الوقت هلا في ناس بتفضل هذا الستايل ان هو يكون ما في ازرار كثير معقده في ناس لا بتفضل انه يكون ازرار كثير موجوده يمين يسار وازرار تحكم ترفع تنزل هيدروليك ومش عارف شو اوضاع وضع وضع وضعيات القياده تغير كثير فيها انفنتي كثير عاملين كونسول مرتب خلاص قليل ممكن ترين لك ازرار كثير معقده تحكم بالشاشه اللي هي 8 انش في هارد ديسك مقاس او سعه 9.3 جي بي ممتاز الحكي الكاميرا بتحكم فيها من هون عندك كم وضعيه بتشوف بيرد فيو بتشوف 180 بالامام 180 بالخلف كثير بتفيدك بالباركينات وبنفس الوقت كثير مهم بالفرودنج اذا كان في صخور ما صخور وعندك هون بتتحكم بدرجة او حدة الاضاءة الموجودة بالنسبة للشاشة شو فينا نحكي كمان هون عندك الازرار الخاصة كمان بالتحكم بالاوديو عندك ازرار تحكم بالمكيف بشكل كثير بسيط واضح يعني بعتقد حتى الكبار بالسن بيمتلكوا هيك سيارة رح تكون كثير عليهم سهل انهم يتعاملوا مع انفنتي كيو اكس 80 هلا هون عندكم تحت بالاسفل ازرار شو هم ما عندك اول شيء على اليمين ويسار عندنا ازرار تبريد تدفئه الكراسي وعندنا هون زرين صغار هي ازرار خاصه بالتحكم بالمقاعد الصف الثاني تسكرهم على طول وعندنا هون مدخل باور 12 فولت السيارة اللي عجبني فيها مساحات تخزين كثير موجودة، حملات اكواب، مدخل باور مرة ثانية، هون عندنا كمان مساحة تخزين، كمان مساحة تخزين ومدخل هون في اي يو اكس ويو اس بي، لا يو اس بي هون، ثلاجة، تتسع على ست علب خلينا نحكي ست علب مي مثلا تتسع لهم كمان مساحه تخزين عجله القياده كمان كثير بسيطه نحكي على الازرار الموجوده الازرار تختلف هلا انت لو في سيارات بتطلب مواصفات معينه مثل نظام النقطة العمياء نظام المحافظه على الخط السير اذا كان سياره فيها رادار او لا كل الاشياء بتختلف بتكون في ازرار زياده مشان هيك مثلا بتشوفوا بالسياره في اماكن ازرار بس شكل زر بس ما في زر فعليا هذا مشان اذا انت طلبت مواصفات معينه تكون موجوده بالسياره وهون زرناك السياره وعليها شكل محيطي هذا نظام صراحة رهيب يعني أنت بتثبت السرعة بتحدد المسافة بينك وبين السيارة الأمامك أمامك بتضغط هالزر السيارة خاص بتصير ماشي لحالها لأنه يعني بس تتجاوز أو تستشعر السيارة أنه أنت طلعت عن المسار بترجع السيارة مرة ثانية عن المسار لحالها مع إعطاء إشارات تحذيرية صوتية والسيارة لحالها بترجع السيارة ضمن المسار طب كيف بترجع السيارة ضمن المسار؟ مو بحركة عجلة القيادة لا بفرملة معينة على الإطارات بتكون داخل الخط لسه موجودة يعني أنت ماشي مثلا على خط لاين طلعت باتجاه اليمين فالسياره بتعمل فرمه للاطارات الموجوده على اليسار فاليمين بتفش السياره لداخل الخط مره ثانيه فبعتقد السياره فيها تكنولوجيا حلوه في اصوات بتطلع على طول تحذيريه فيك تفصلها من خلال الازرار الموجوده بالخلف هون بالاسفل عندك زر كمان شكل السياره نفس هذا الموجود محيط وجنبه مثل سماعه هي مشان موضوع الصوت في جنبه سياره وجنبه سياره كمان على اليمين هذا الزر مشان موضوع النقطه العمياء زوايا الميتة بالسياره هذا مرتبط اذا كان السياره في نظام نقطه عمياء بيعطيك تحذيرات كمان مشان بيساعدك على الصفاف وبيمنع من التصادم الخلفي لا قدر الله طبعا وضعيتين ممري بالنسبه لكراسي السائق والمرافق الجانبي كلهم كراسي كهربائيه التحكم بالشاشات الوسطيه يتم من خلال الازرار الموجوده عند العدادات شفتون بالصوره هون تحكم بحده اضاءه العدادات كمان على اليسار القلب النابض لانفينيتي كيو اكس 80 آه هذا المحرك نفسه موجود على الباترول 8 سلندر سعه 5600 سي سي يعني 6 او 5.6 لتر بولد قوه 400 حصان عند 5800 دوره بالدقيقه وعزم بوصل ل 560 نيوتن متر عند 4400 دوره بالدقيقه محرك معظم اجزاءه مصنوع من الالمنيوم في نظام التحكم او توقيت المتغير لعمم الصمامات فهذا الشيء بوفر بترول اكثر بنظم عمل المحرك اكثر ويعطيك اداء افضل عند الحاجه للمحرك وانك تدوس بيكون على طول هو جاهز للانطلاق طيب هلا الان نجرب السياره احنا اوف رودنج ونجربها طرقات عاديه نحن الان حنجرب السياره اول شيء اوف رودنج وبعدين نطلع جوله مره واحده ونرجع الى داخل دبي الان خلينا نرس شوي نسم التواير او نخفف كميه الهواء الموجوده بالتواير هلا اذا كان البر خفيف يعني 20 دخل كميه هواء اوكي اذا كان بر بر كثير قاسي كثير رمل ناعم 15 اوكي او 16 طبعا عم نشوف القياده الموجوده عندك السنو على الثلج اوتو بشكل طبيعي الفور اتش تستخدمه بس تدخل رمل الفور ال بس يكون عندك طين او في حال غرست تغيير كامل في الرمل والتاو مود عندك القطر وبس عندك قدره قطر السياره هي 2000 كيلوغرام وتراكشن طبعا الزر موجود بالاسفل طبعا بالنسبه لانفنتي كيو اكس 80 بيجي عليها جير اوتوماتيك مثل ما عم تشوف في تيبترونيك سبع سرعات هذا الجير عم يتناغم مع المحرك صراحه سبع سرعات كثير عم يساعد بتوفير البترول واداؤه حتى للجير كثير رهيب لحد الان على الطرقات وبدنا الان موضوع الاوف رود كيف راح يكون اداء السياره لأ بما انه نحن الان موجودين بالبر فخلينا نحكي عن نظام التعليق الموجود بالانفنتي كيو اكس هي نظام تعليق عادي امامي خلفي فيهم نظام تحكم هيدروليكي شو بيعمل هذا النظام؟ هذا النظام بكل بساطة على طول جسم السيارة وهيكل السيارة بالنسبة للإطارات بظل يعطيهم تخميد معين ليحافظ على ثبات السيارة مع مراقبة الطريق اللي أنت ماشي عليه مع أسلوب القيادة ليعطيك تناغم أفضل بالنسبة للسيارة. هلا من أنظمة الأمان موجودة بإنفنتي كيو إكس 80 لو حكينا إحنا عنها وسائد هوائية موجودة بكل مكان أمامية للركب ستارية بكل مكان بعدد ثمانية وسائد هوائية هلا هاي الوسائد الهوائيه الموجوده آه ذكيه كمان انه بتحكي لك انا ما بتفتح كل وسائل الهوائيه على مرحله واحده وبنفس الوقت لو شافت انه في مقعد معين ما عليه شخص ما بيفتح هذا الوساد الهوائيه الموجوده بالسياره من الامان موجود ايضا بانفينيتي كيو اكس 80 موضوع الانظمه الكثير الموجوده بالامان وحتى عمر بيحكي بحكي لي اخي السياره خاص بتسوق الحالة ما في داعي ناسه فعليا هيك يعني انت بتثبت سرعه على خلينا نحكي 140 ثبت سرعه 140 خلص انت بتحط المسافه بينك وبين الساق اللي امامك من خلال الرادار اذا طالب السياره بهالمواصفات وهي لحالها بتصير تهدي وتزيد السرعه وموضوع الحفاظ على المسار كمان رهيب صراحه انه على طول هو ماسك السياره اه ضمن المسار وبحذر من اي تصادم نظام التحكم بالسياره نظام التحكم بالثبات الالكتروني للسياره هذا النظام كمان صراحه رهيب يعني مثل ما بنعرفه موجود بمعظم السيارات هذا النظام اللي هو بيعطيك فرملة معينة مع توزيع معين للعزم مشان يحافظ على السيارة في حال أنت كنت بمنعطف معين بسرعة عالية هلا عم نشوف داخلية انفنتي كيو إكس بشكل عام كثير عم تشبه بتصميمها طراز الام انا سبق وجربت الام 56 8 سلندر فيكم تشوف التجربه على الرابط التالي صراحه كمان سياره تعتبر من السيارات الفخمه أه اما بالنسبه للجلود الموجوده بالداخل انه هي جلود بنسميها جلود الانيلين، جلود فخمه مدبوغه بطريقه معينه لتعطيك مقاومه للاهتراء، تعطيك نعومه معينه لتناسب سياره فخمه مثل الانفينيتي. طبعا الحزام الان ماسك علي بطريقه كثير كثير قاسيه لدرجه انا ما عم بتحرك نهائيا على الكرسي، كل تانك السيارة هو 100 لتر لو حكينا عن مصروفها داخل المدينة يعني بتصرف السيارة تقريبا بتوصل لل 15 لتر من البترول لكل 100 كيلومتر اما لو حكينا عن خطوط فلا مصروفها بيكون 10 ونص ل 11 لتر من البترول لكل 100 كيلومتر مصروف بالنسبه لوزن هالسياره الضخم والكبير، بالنسبه لمحرك 8 سلندر 5600 سي سي بعتقد مصروف جيد. الان لو حكينا عن وزن السياره فهو بيكون 2767 كيلو جرام هذا التوزيع الوزن كيف يكون؟ كالتالي 50.9% للامام للمحور الامامي و 49.1% للمحور الخلفي. السيارة طبعا دفع رباعي متواصل، عندك هذا الاوتو على طول السيارة هي بتتحكم بنظمه الدفع بتوزع القوة وفيها وضعيات قيادة مختلفة. بعد ما خلصنا من تجربه الانفينيتي كيو اكس 80 بالبر بالصحراء صراحه انصدمت من اداء السياره ما توقعت طول هالسياره والشاسي كبير طويل ووزنها الكثير كبير 2779 كيلو تقريبا فما توقعت يكون اداء صراحه هيك اداء جبار جبار لابعد الحدود يعني من اكثر ساعة استمتعت فيها القياده في البر خلينا نكون صريحين يعني صح كبيره صح ضخمه بس ممتعه كثير البر لو في وقت اكثر كنت تسليت ولعبنا القصه كمان اكثر وجربنا بس بين السياره اداها من اول ما دخلت يعني انظمه الامان موجوده النقطه العمياء صار موجودة بمعظم السيارات الفخمه طبعا هو انت بس تجاوز بتعطيك اشاره باللون البرتقالي انه انت متقطعه انه انتبه في سياره في الزاويه الميته مرتبطه مع هون الزر التحذيري الموجود بالاسفل كمان للحمايه من التصادم الخلفي للسيارات فيك تفصل الاشارات التحذيريه هي نظام محافظه على خط السير شوفوا الان شو عامل انا حثبت سرعه امامي باص الان خليت مسافه هيك وانا دست وعملت هذا شوفوا ال... شوفوا السياره بتهدي انا بدي دوس السياره شوفوا عم تهدي بس انا عملت كمان بريك انه الواحد بالاخير راكب اله يعني عملت بريك بس السياره لحالها بتصير تدفش رجلك عن البترول اوكي وتعمل بريك آه هاي من أنظمة الامان الموجودة بانفينيتي غير الوسائد الهوائيه غير أنظمة الثبات الموجودة صراحة السيارة رغم حجمها الكبير إلا أداء حتى الفرامل يعني عندك قطر الفرامل نفسه 36 قطر أقراص الفرامل 36 سنتيمتر فكمان عم يعطوك أداء حلو بالنسبة لوزن السيارة عم يتوقفوا فيهم ذكاء الكتروني معين عم بيساعدوا وزن السيارة الكبير بالكترونية إنه الفرامل تمسك بطريقة أفضل فأنت بدل لو بدك فرامل عادية على هالوزن حتطول معك كثير حتى تمسك اما هاي الفرامل فيها ذكاء الكتروني انه هي بتعطي قوة فرملة لو لو استشعرت السيارة انه في فرملة فجائية فبتتوقف السيارة بسرعة. الآن نجي للنقطة اللي كثير بهتم الناس هي التسارع. التسارع من صفر رمية تقريبا من 6 ثواني فاصل سبعة أجزاء من الثانية. فكمان الرقم يعتبر جيد وخلينا نحكي ممتاز بالنسبة للوزن والحجم الكبير للسيارة. بسرعة قصوى بتوصل تقريبا ل 217 كيلو، و 220 كيلو، على حسب أنا بعرف إن الوكلاء بيرفع او بينزل شوي السعر او حسب هو شو طالب لتناسب الطرقات الموجوده في بلده. خلينا <متصفيق> نجرب تسارع انفينيتي كيو اكس 80 مع بعض، واحد اثنين ثلاثه. لكم ارقام بمساعده فريق تحرير عرب جي تي اهم شيء بدي ركز على السياره هي ومنافستها الكبرى اللي هي اللكزس ال اكس 570 طبعا انا سبق وجربت اللكزس فيكم تشوفوا التجربة على الرابط التالي سيارتين كل سياره بتتميز من ناحيه معينه يعني. يمكن الانفينيتي مميزه قوه محرك اكبر مع سعر ارخص شوي اللكزس اللي بيميزها انه من زمان من اول ما طلعت بالتسعينات او نهايه التسعينات انه هي محافظه على حجم معين واحد والانفينيتي آه المؤخرة شوي تأخرها بدخول هذا العالم السيارات الكبيرة وعم نلاحظ بالفترة الأخيرة يا جماعة الخير كثرة التنافس على هالسوق اللي هي سيارات الاس يو في الفول سايز السبع ركاب أو ثمانية ركاب يعني ركزوا معي اللكزس عندها الانفينيتي عندهم عم نشوف برنج روفر صارت تعطي خيارات انك تاخذ رنج روفر سبورت بمقاعد صف ثالث فيعني حتى الرنج روفر سبورت صار فيك تطلبها بمقاعد صف ثالث وطبعا مرسيدس بالجي ال عندها سياره الفول سايز هاي عندي معلومات انه الان بي ام دبليو عم تشتغل على سياره حيكون حجمها بهالحجم اللي هو سبع ركاب باعتقادي حيكون اسمها اكس 7 واودي عم كمان عم تشتغل على سياره لتنافس بها الفئه حيكون اسمها كيو 9 ان شاء الله تكون هالمعلومات هال اكيده او ان شاء الله تكون قريبا نشوفها، بعتقد هي خلال سنة أو سنة ونص حنشوف السيارات هدول. بس في كلام كثير طلع عن هذا الموضوع ومعلومات قدرت أحصل عليها من هالناحية بالتعاون مع فريق تحرير عرب جي تي بالتأكيد. فعم نشوف سوق هالفئات هي وهالسيارات هي عم يزيد خصوصا بمنطقة بمنطقة الخليج. الآن بنحكي شوية أرقام واقعية. لو حكينا عن مبيعات لكزس لطراز ال إكس 570. قارناها مع مبيعات انفنتي لطراز كيو اكس 80 اللي معنا لليوم او كان اسمه كيو اكس 56 خلينا نحكي بالتسميه القديمه لانه هذا طلع باول سنه 2014 لو حكينا عن مبيعات كل السيارتين ب 2013 راح يكون مبيعات لكزس عم تكون تقريبا 16 ل 17 ضعف مبيعات انفنتي طبعا عم بحكي بس عن سيارات ال اكس والكيو اكس فرقم خيالي أعتقد الآن من أهم الأسباب اللي هو السوق الأكبر السوق السعودي بالخليج مثل ما بنعرف في مشكلة وكيل نيسان من خمس سنين تقريباً ومثل ما بنعرف قريباً رح يجي الوكيل القوي لنيسان فهذا السبب اللي هو السوق الأكبر بالخليج السوق السعودي للسيارات خلينا نحكي المنطقة الدولية الأكبر هو سبب قلة مبيعات الكيو إكس كسيارة هاي ورغم هيك في ممكن تشوف هالسيارة ممكن تشوفها الأسواق السعودية رغم أنه مثلاً مشاكل الوكيل أو كذا إلا الناس في عشاق لها الانفينيتي ونيسان خصوصا انه انفينيتي عليها ماكينه الباترول مثل ما بنعرف الباترول يعني من اساطير سيارات الدفع الرباعي ومن اقوى سيارات الدفع الرباعي سواء كان اوف او حتى في الطرق العاديه سياره عمليه جدا فراح نشوف شو وضع نيسان وانفينيتي خلينا نركز على السوق السعودي في الفتره القادمه نشوف شو راح يكون وضع الوكيل بالامارات لا بنشوف انتشار انا فاليوم انا شفت ثلاث او اربع سيارات كيو اكس امامي نفس اللي معي بالضبط شفتها كثير بالامارات منتشره السياره السيارة مريحة كثير أنا ما كنت متوقع هالراحة موجودة على الجنوط 22 انش العزل على السرعات المعقولة عزل كمان ممتاز جدا ماشي فيه 120 جربت 140 تثبيت السرعة كل هالأشياء السيارة تعتبر كثير مريحة استخدام عملي استخدام عائلي هلا لا تحكوا لي طب يا أخي شو سلبيات السيارة أو كذا يعني ما في ما لقيت شيء بالسيارة اني احكي عنه هذا شيء سلبي او هذا الشيء لازم نشيله من السياره او شيء لازم يتعدل يعني شاشات خلفية في، راحة موجودة، محرك قوته كثير ممتاز الجير تمام، نظام الدفع الرباعي خيالي، قوة سيارة في البر. اوكي يمكن انخفاض يعتبر قليل شوي على الأرض، إنه السيارة منخفضة، يمكن ما يساعدك كثير بالطرق الصخرية خلينا نحكي أو هيك، بس هذا الشيء تركوا لك إياه لنسخة الباترون، هي خلوها نسخة استخدام عملي أكثر. استخدام ميداني خلينا نحكي في الطرق العادية أكثر، استخدام عائلي بحت من الآخر يعني. يعني انا بتطلع لما انا اخذت سياره كيو اكس اكيد انا في شاب من عمري ما بركب كيو اكس يعني بكل صراحه انا كشاب العمر ما بركب كيو اكس بس بتطلع انا الان عم جرب السياره يعني. انا كريم عم جرب السياره بتخيل انا مين بده يشتري هالسياره هي شخص عنده عائله كبيره شخص يا اخي عنده عائله حتى لو كانت صغيره بس بده يطلع على طول عنده بيت بعيد يجيب اغراض ويرجع من هالكلام هذا السياره هي حتلبي ال... كل هالاحتياجات هاي المطلوبه عزل تمام قوه تمام هاي كانت تجربتي اليوم بالانفينيتي اذا كان في اي شيء بدكم تعرفوه اي معلومه انا ما ذكرتها عادي الواحد ادم بينسى ما تترددوا تسالوني عنها تكتبوها بكومنت بموقعكم عرب جي تي لانه مثل ما مثل ما وعدتكم انه عم رد على الكومنتس بموقع عرب جي تي دايركت شخصيا برد عليكم فيها ولا تنسوا تنشروا الحلقه بين اصدقائكم بحب السيارات وحتى الحلقه هاي تعرضوها مثل السيارات العائليه تورجوها للاهل ورجيه للوالد خلي عمك خالك اي شخص بيحب يكون سيارات عاليه خلي يشوف الحلقات ونحن بس هدفنا ننشر فائده يعني. واخر شيء حياكم الله بحب اذكركم انه فيكم تكتبوا تعليقاتكم على موقعنا عرب جي تي وانا رح ارد على التعليقات بشكل شخصي بشكل كتير بسيط فيك تكتبوا التعليق بدون التسجيل على طول من خلال حسابك بتويتر او فيسبوك او جوجل بلس